Kira Saboudjamal, arbitre international, a dénoncé le soutien de l'Algérie au groupe séparatiste armé Polisario. Il a souligné que ce soutien violait les principes du droit international humanitaire et des traités internationaux des droits de l'homme. Il a également mis en évidence le rôle du Polisario dans la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic de drogue, d'armes et de personnes, contribuant ainsi à la déstabilisation du Sahara occidental. Il a appelé la communauté internationale à mettre fin au conflit artificiel dans la région et a demandé à l'Algérie de cesser de soutenir les activités subversives du Polisario. Je vous laisse regarder cette vidéo qui illustre le discours de Firas Abou Jamal devant la quatrième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. تشكل الجماعات الانفصاليه خطرا مصيريا لامن واستقرار الدول العربيه ويعتبر استعمال هذه الجماعات في النزاعات بالوكاله خرقا واضحا للقانون الدولي وفي هذا السياق اود ان اثير انتباه لجنتكم الموقره الى الخطر الشديد الذي تشكله جماعه البليساريو على امن واستقرار منطقه الساحل والصحراء لقد تم تاسيس جماعه البليساريو من طرف الدولة المضيفة لمخيمات تندوف ونظام قذافي سنة 1973 بهدف معاكسة استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية وخدمة للأجندة الجيوسياسية لهذه الدول وبسط هيمنتها على المنطقة ومنذ ذلك الزمن تسير الأجهزة الأمنية للدولة المضيفة لمخيمات تندوف قيادة البلساريو بأكملها من خلال تنظيم المؤتمرات الزائفة لهذه الجماعة حيث يتم اختيار قادتها المزعومين كما أنها تقوم بقمع أي حركة معارضة للبلساريو داخل المخيمات حتى وإن تطلب الأمر استعمال أساليب الاختفاء القصري والتعذيب وشكلت هذه الجماعة منذ بدايتها خطرا حقيقيا على استقرار دول المنطقة وعاملا للتقسيم ما بينها لكونها جماعة مرتزقة مسلحين من طرف الدولة المضيفة لمخيمات تندوف ومدعومين من طرف دول أخرى تنتمي إلى المعسكر السوفيتي آنذاك ولم تدخر الدولة المضيفة لمخيمات تندوف جهدا لتقديم الدعم السياسي والعسكري واللوجستي لجماعه البوليساريو الانفصاليه وتزويدها بالاسلحه كما انها فوضت لها السلطه على جزء من ترابها الوطني في خرق غير مسبوق للقانون الدولي الانساني والمعاهدات الدوليه لحقوق الانسان وفي نفس السياق مكنت الدوله المضيفه لمخيمات تندوف هذه الجماعه المسلحه من التحويل بشكل منهجي للمساعدات الانسانيه الموجهه لساكنه هذه هذه المخيمات وبيعها في أسواق الدول المجاورة في ظل رفض هذه الدول السماح بإحصاء ساكنة المخيمات وهذا ما أكدته العديد من التقارير الدولية آخرها تقرير برنامج الأغذية العالمي حول تقييم أنشطته في الدولة المضيفة لمخيمات تندوف ومن جهه اخرى اصبحت البليساريو جزءا لا يتجزا من الشبكات الاجراميه التي تمارس انشطتها التخريبيه من اتجار في المخدرات والاسلحه وغيرها من انواع الجريمه المنظمه العابره للحدود في منطقه الساحل والصحراء